حبيت نحط الدوره هذه في الاطار نتاعها، هي دوره ترشيحيه للالعاب الاولمبيه على المستوى نتاع افريقيا. الفرق المشاركه تونس، المغرب، ونيجيريا، وسيراليون. الفريق التونسي محقق المرتبه الاولى وواحد ترشح لدوره نصف النهائي الجاي. فتونس اليوم عنده اقل من نص ساعه فاز بالمرتبه الاولى بعد ما انتصرت على نيجيريا وعلى سيراليون.